اهلا وسهلا فيكم جميعا، رجعنا معكم بالحلقه 35 من الوك ثرو لدارك سولز 2. معكم جيمي، يلا نبدا. الحلقه الماضيه وصلنا على شراين اوف امانه اللي هي اكثر منطقه انا بكرهها في الجيم. وصلنا لحد هون تقريبا، فتنا عند الشجره هناك كان في هيبو قتلني للاسف. لو ما قتلني ورا الوقف فوق هذيك في عندنا البونفاير الثالثه للمكان. زي ما حكيت لكم عملت كلير للمنطقه، طبعا اكيد مش كلها بس المكان اللي بوصلني لحد هون. بدي اروح اجرب اقتله. طبعا هون الزلمه هاد في جنبه لوت، اللوت هذا عباره عن لايف رينج بلس 2، فعشان هيك انا مصمم اني اجي اعمله لسبب اني بدي اخذ لايف رينج وبدي كمان اخذ السولز. بدي احاول اسحبه لبرا برا المي لانه الدوجنج هون كثير صعب راح يكون. حاول نعمل له بويزون. ايوه بس هون رجع ما عملنالوش بويزون. اوكي هلا صار عليه بويزن، ممتاز. سنايب هيم مقتله هناك اللي بدك اياه، بس انا ام نوت دوجينج هون في المكان هذا. اوكي مات. طبعا الشيد لون هانتر هذا وظيفته بس يساعدك تو كلير ذا اريا. تيجي هون سول استعوننا، وهي الرينج لايف رينج بلس 2. فكونك ملي انا لساتني شالح الرينجز وال. اوكي تذكرين الحلقه اللي رحنا فيها على شو اسمه لما رحنا على دراجن درانجليك كاسل وكانت في بركه فيها قلت لكم فيها اسد فاشلح كل شيء، فانا شلحت كل شيء ونسيت البسهم. طب منيح اني وصلت هون وقتلت البوس بدون بدونهم. انا شو كمان كنت لابس؟ كلورانتي رينج، كان في الرينج تبع فيزيكال اتاك، كان في الرينج الاخير اللي كنت لابسه. هذا طبعا انت حر البس اللي بدك اياه، بس انا بالمبدا كنت لابس رينج اوف بايندينج مبدئيا، بس اكيد هاد دفنتلي راح ارجع اشلحه بس اخذ الرينج الرابع اللي بدي اياه. اوكي هلا بدنا نكمل طريقنا. هون برضو راح يطلع لنا ثلاثه او اربعه من نفس الاعداء اللي حيركضوا علينا بسرعه. بدي احاول اعملهم كايت لعندي، احاول اي 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 اوكي هاي التنين ماتوا، يمكن ضايل واحد مش متأكد، يمكن هلا بكتشف. طيب انتبه هون الارض بتخلص، فحاول امشي على عند البوال وعلى الارض المبينه. متاكد بس بدي اشوف اذا ضايل حدا هون. هلا طلع هناك في عندك انمي، هذا كاستر. اوكي ايو مات تمام. بعد ما قتلنا هاد والله متذكر انه في اثنين، هاي الثاني شايفينه.
طبعا هدول في منهم بكونوا هيلرز، فايوه زي شايفين تهيل. فاف يو ار انجيجينج الانيميز الثانيين وبلشت تقتلهم، هذا راح يبلش يهيلهم. ولا كأني عملت له اشي. طيب نروح نقتله ميلي معناته. اوكي طلعوا من فوق، ناخذ سكال. قبل الفوجول اتذكر انه هون في لوت بقدر اوصل له. هي بالضبط الارض بتخلص، فانتبه وانت عم تمشي هذاك اللوت راح ناخذه من الجهه الثانيه، فلا تفكر انك تروح تاخذه. طب الاول على بمجرد ما تفتح الضباب راح يكون في وراء المشرومز اللي بيطلعوا اسيد. اوكي لايف جيم، وهون راح تلاقي كمان بون فاير. بون فاير هاي اعمل عليها ريسك لاني اكلت شوي من الاسد. لو بدك تصرف السولز جو اهيد. اول شيء راح اعمله هون راح ارجع اقتل هدول عشان ما يفاجئوني. اوكي قتل هاد. لو تطلع هناك حتلاقي واحد كبير زيهم. هون في سمون فيليشيا، هاي بس بتساعدك في المنطقة. هون في واحد كبير منهم. هذا تقريبا انستنت اللاواعي تاعتك راح تخرب. اقتله من بعيد. هلا انا ليش ناديت فيليشيا؟ لانه المنطقة اللي رايحينها سيئة. سيئة. كل ما في الكلمة من معنى. لو تطلع هون راح تلاقي العديد العديد من الاعداء. بدي احاول بس اقتل واحد منهم من بعيد. لانه راح يكون في هدول وراح يكون في الكاسترز وراح يكون في الهيلرز. زائد السحالي اللي حيطلعوا من تحت المي، زائد انفيدر. فحاول انك تقتل اكبر قدر ممكن منهم قبل ما توصل. ممكن اعرف انت ليش عم بتطول لتموت؟ هاي الكاستر هناك شايفينه؟ كاستر موت بويزون لو سمحت. اوكي هاي البويزون. طيب احكي لكم راح انزل انا. ايوه مات. الانفيدر راح يطلع من هناك عن الشمال، فحاول لا تروح على الشمال. احاول ابلش بالهيلرز. بالهيلرز بالكاسترز اول واحد. وهي الانفيجن بلش. تعالوا اكتر الهيلر اول اشي. الهيلر هاد ولاد الانفيدر شغال وكلهم شغالين ما شاء الله. لا ابتعد عني شوي بس. آه
مفروض اني هون اكون في مكان بحيث انهم ادلاك ما يلحقوني، يجيني الانفيدر لحاله. حاول لا تلحقه كتير لأنه at some point الأرض راح تخلص. يا رجل موت موت، ابرد وجهك. طيب خلينا نقتل باقي الاشخاص وناخذ اللوت. ايوه الواحد زي ما حكيت، اقتل الكاسترز، اقتل الهيلرز، بعدين اقتل باقيهم. قد ما هم كتار وقوايا وصعبين، قتلوا الام بي سي. يفطر الضاي الضبع وهاد. يش ما أسوأكم. طب اللي راح أعمله هون، وأنا بنصح إنك تعمله حاليا بعد ما قتلتهم، استخدم تورتش. وين الفلام بترفلاي؟ هايها بدنا نقتل الضفادع. بدنا ناخذ اللوت. هذا اللوت هون بتلف، بس انتبه الارض بتخلص. هومينج كريستال سول ماس، هاي نفس السبيل اللي كان عم برميها علينا اللي انت فيه. بعد العمدان الارض بتخلص، بس بتذكر هون سموير كان فيه صندوق او لا. هون في كمان بضبع. ايش بتذكر انه في صندوق عند وحده منهم، بس انا مش شايفه. اللوت هذاك اللي شفناه قبل شوي ورجيتكم اياه، قلت لكم هذا حناخذه من الجهه الثانيه، هذا اللي كان جنب الفوجول. اوكي اعتقد هيك اظن، بس انا صدقا بتذكر انه كان في صندوق بس انا مو شايفه. ناخذ السبايس سول اوف ذا وورير. جد ما كان في صندوق؟ نظرة أخيرة بس، لأنه بتذكر السبيل هيني أخذتها، وبتذكر إنه كان في صندوق.
anyway, يفترض انه في صندوق انا مو شايفه او انه اصلا مش موجود وانا بتهيأ لي. ممكن. طيب ما علينا، anyway نكمل من هون. تاخذ جريت جرين بلوسوم زائد دول. هلا هذا الباب هون بس فوت جوا راح تلاقي كمان ام بي سي. هاي الام بي سي اللي حكينا معاها في بداية هذا المكان، كيف هاي حررناها. هلا بكون ضايل بس نحرر اختها ومنخلص الكويست لاين تاعها زي ما حكيت. عشان نحرر اختها لازم نجيب المفتاح، المفتاح ناخذه بس نقتل بص المنطقة. هلا هون عندي البوس، اول شيء بدي اشوف الوقت كيف بنقدر نقتله. ثاني شيء ما معيش كثير هيلينج فلذلك سوف استخدم هدول. هلا البوس هذا يعني هو عباره عن شيء زي الدوده، تمام؟ الاتاك تاعته بس على وجهه، فتضربه على جسمه على ايديه على اي مكان ما راح يتاثر، لازم تضربه بس على وجهه. At some point راح يسكر على وجهه، او اغلب الوقت هو مسكر على وجهه، تمام؟ فاللي بدك تعمله لازم تضربه في اللحظة اللي هو وجهه فيها طالع، بطلع ايديه بطلع وجهه بضرب، بيعمل تشارج بنط في الجو برمي كثير شغلات عليك. هلا بنحكي عنه as we go. بدي احاول to survive بهدول اللي معاي، ومش كثير صعب بس you need لازم تعرف امتى الفرصة اللي تضربه فيها. نقول بسم الله انتر ذا ميست. ديمون اوف سونج هو زي الضباع زي ما انتم شايفين، وهي راسه. هلا بدك تضربه على وجهه، شايفين كيف سكر وجهه؟ لو ايش ما تضرب ما راح يكون في اي دمج في عنده هذا الاتاك. هلا بامكانك تضرب ضربه تنتين بعدين راح يسكر وجهه. راح يضرب ايديه ضربتين بعدين تضرب انت بسكر وجهه. ابعد عنه نفس الاشي، حيضرب في ايديه او راح يعمل هاي الضربة. اي استغل الفرصة تو هيل. طبعا انت هون دايما يو ار اولويز فات رولينج. ضربته على جنبه ما تأثر ما اكلش دمج. ما اكل دمج برضه. طول ما هو هيك خليك بعيد عنه، قرب عليه وهو طلع وجهه. One more hit. تأكد هم two swing. هيك بكون ديمون اوف سنغ. هو سهل، هو سهل بغض النظر انت ايش تلعب، هو سهل بس بدك تعرف متى تضرب. اوكي طبعا لو انا ما انتبهت بس المفروض انه اخذنا شو المفروض اخذنا كي تو ذا امبيدد ولا لا؟ anyway احنا فتنا من هون. اطلع من هون. نوصل على هذا المكان. هلا هون بس هي الطريق هاي ستريت. بعدين بنلاقي بونفاير.
اعتقد هون في عنا اعداء وفي صندوق وفي نايت قدامنا. اوكي نفتح البوابة. نلاقي مصعد. قبل المصعد في عندي كمان بون فاير هون. تطلع هناك في ضفدع، شايفين راسه؟ ايوه هناك. اي برضو احمل تورج. راح يطلع لك ضفدع ثاني. اي جنب الضبع هذا في صندوق. ماجيك ارو. تلاقي تمثال. استخدم الفريجرانت برانش. هذا شخص بدنا نقتله، هذا مش ام بي سي. اوكي. هاي البونفاير لو تيجي تطلع فوق. راح تلاقي هاي البوابة حاليا ما بتفتح. اوكي لازم تعمل شروط معينة عشان تفتحها. تيجي تطلع هون في عندك الفراشة. لازم انط واموت وهيك ولا بموتش؟ ان شاء الله ما اموت. ما بموت، ممتاز. بدي احاول اجيب الفراشة. اوكي خذ اللوت. هلا راح اعمل ريست. راح نطلع البون فاير اللي بعدها، بعدين على الاغلب راح اروح عشان اخلص الكوست لاين على الاغلب. ما بدي ارجع اقتل هذول مره ثانيه، قتلتهم. والنايت ما بدي ارجع اقتله. اوكي تعال على المصعد. هون راح يكون عندنا the second encounter مع scholar of the first sin، وفي المنطقة بآخرها راح نلاقي بندريك founded crypt. مجرد ما تمسك البونفاير راح تنفجر. راح يطلع لنا scholar of the first sin مرة ثانية تحكي معه. على اساس انه هاد وجهك.
قول له يس بدي اخلي البيس هذا الانكاونتر الثاني معه عم بيحكي لنا انه على قصة انه في لايت لورد اجا وخلى الداركنس تكون موجودة وانه هون بنهاية المكان هذا راح نلاقي فيندريك، فهل بدك تخلي البيس موجود وتخلي الداركنس ما تفك الكيرس ولا بدك تعمل العكس؟ فاحنا حكينا له لا بدنا نخلي البيس نضحك عليه، هلا الاوبشن هذا ما راح يفرق باي شيء. اوكي فالحلقة الجاية إن شاء الله منروح، بدي أول شيء بدي أعمله في الحلقة الجاية بدي أخلص الكوست لاين تبع الملفينيتو اللي هم البنتين هذلاك. الكيتو ذا إمبيدد باي ذا واي أنا هلا تذكرت إنه هو بكون عبارة عن سلاح هو سيف. فا هيو بالضبط هو عبارة عن سيف، فراح نروح نحرر البنت الثانية وهنا في عنا الباب اللي ما فتح راح نفتحه الحلقة الجاية إن شاء الله ونكمل بيه المنطقة هاي اللي وصلنا. فلحد هون كان معكم جيمي، لو عجبتكم الحلقة لايك سبسكرايب، لو عندكم اي جيم حابين نعمل عليه وقت اكتبوا لي في الكومنتس، بنشوفكم في الحلقة اللي جاي. سلام.